بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، أيها المتابعون الأعزاء، لا نزال متواصلين وإياكم، وتواصلنا مستمر من ميدان الشحانية. بسم الله نبدأ وعلى بركته نتوكل. شوط الختام أيها السيدات والسادة، وكأنه شوط رئيسي، شوط الختام وكأنه شوط رئيسي ينطلق على بركته نتوكل. الشوط الذي يضم عدد كبير من الأسماء الهامة وعدد كبير من الأسماء المهمة التي سوف تذاع في المحافل الدولية وسوف تذاع في المحافل المهمة. شوط الحيل ينطلق، متمنين التوفيق لكل هذه الشعارات المنطلقة. أرى شعارات كبيرة وشعارات عملاقة تندفع في هذا الشوط. الله 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 الله، منصورة على المقدمة، منصورة على المركز الأول. مرحبا بمنصورة، ومرحبا بقدوم منصورة، ومرحبا بانطلاقات منصورة، ومرحبا بشعار منصورة. الله يا منصورة، وصلت، وصلت العملاقة، وصلت المتسيدة منصورة، العائدة ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني فهد بن سيف البوسعيد الخيارين، مرافقا لمنصورة أينما كانت وأينما حلت وأينما انطلقت منصورة. ففهد بن سيف البوسعيد الخيارين اسمه متعلقا باسم منصورة حينما تنطلق. المركز الثاني، هنالك جولة، هنالك جولة، العائدة ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري، يتواصل تضميره ويتواصل أداءه مع جولة. النقلة والدور على المركز الثاني، وصلت الشرود، وصلت الشرود، وصلت الشرود، وصلت صاحبة الإنجازات الشرود وخطفت المركز الأول. والله هذا شوط رئيسي، هذا شوط رئيسي وليس شوط ختامي. الشرود صاحبة الشلفة في مركاض التحدي في سن الجداع، هي من تخطف الصدارة، العائدة ملكيتها لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني وراشد بن بطي يقودها في عملية التضمير. ركز يا بن بطي، هنالك منصورة يا بن بطي. النقلة على الدور المركز الثاني، الدور على المركز الثاني، منصورة، منصورة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني فهد بن سيف البوسعيد الخيارين. المركز الثالث، عشرة اللي هي جولة، سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فاران المري. المركز الرابع، الطيارة، الطيارة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري. خامس المراكز، تواصل اللي هي، اللي هي كدرية، كدرية، نعم نعم هي كدرية للسيد سعيد بن محمد بن طفلة، وسرعة الكدري، وسرعة الكدرية. إذا المشاهدين الكرام، المركز الأول، نعود عند الشرود، نعود إلى الشرود، ونعود إلى هذا الشعار المرموق، شعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني. هذا الشعار يا ما شاهدناه في المحافل الدولية، وكثير ما شاهدناه في المحافل المحلية والدولية لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني. بينما المركز الثاني، هنالك الطيارة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري يقودها في عملية التضمير. بينما النقلة على المركز الثالث، منصورة، منصورة، منصور يا ابو سيف، منصور يا ابو سيف، يا اخوي يا اخوي، صفقولها يا اخوي، صفقولها يا اخوي، صفقولها. سلام سلام منصورة، سلام منصورة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وفهد بن سيف البوسعيد الخيارين. متألق في هذا الصباح يا ابو سيف، متألق، والاسهم خضرة عليك، الاسهم خضرة معاك يا ابو سيف. اذا مش
مشاهدينا الكرام، المركز الرابع، المركز الرابع جولة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري مع جولة. المركز الخامس وصلنا شعار بن عنزان مع ضبية، ضبية للسيد عنزان بن محمد النعيمي، متواصل بن عنزان، يسعد صباحك يا بن عنزان. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذا النداء الثاني أتممناه إلى مسامعكم يا أبو سيف، يا أبو سيف نطالبك احنا هني، هني نطالبك بالسلام، خصوصي السلام. إذا نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى اندفاعات الشرود، الشرود على المركز الأول، الشرود على الصدارة، الشرود مع بن بطي على المركز الأول. الله الله الله، شعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني ينطلق على المركز الأول. هذه الشرود مقلة، شعار المرموق تقل شعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني على المركز الأول، بينما الضغوطات من قبل الطيارة، الطيارة متى بتسوينا التيك أوف؟ متى بتسوي تيك اوف يا بن فاران؟ متى التيك اوف معاك يا بن فاران؟ والاقلاع متى؟ اقلاع الطياره المقله لشعار سعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني على المركز الاول. يا سلام يا بن فاران، بن فاران واصل ابداعك فمعك شعار كبير، بن فاران واصل ابداعك فمعك شعار مرموق وشعار عملاق. يلا يلا نعود لنتراجع ونشاهد المركز الثالث، المركز الثالث. يبدو لي منصورة، يبدو لي منصورة ولا يا ابو سيف؟ منصورة ولا يا ابو سيف؟ منصورة ثالثا تاتينا. المركز الرابع، المركز الرابع جولة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. خامس المراكز تستاهل، تستاهل خامس المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يتواصل معاها اللي هو سالم بن فاران المري. يا اخويا بن فاران وسع يا بن فاران، خلونا نروح للطيارة، خلونا نروح للطيارة في المقدمة. الله 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 الله، ونروح لشرود. يلا يا بن فاران وسع الطريق يا اخويا. الله الله الله، الشرود عادت، عادت الشرود يا بن بطي، عادت الشرود يا بن بطي، وعاد شعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني على المركز الأول. روح يا أبو حمد روح، روح يا أبو حمد روح، المركز الأول ولا غيره يا أبو سيف، المركز الأول ولا غيره يا أبو سيف. الله 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 الله، الشرود تنطلق وتندفع على الصدارة مع شعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني. والطيارة، الطيارة بتسوي تكوف يا بن فاران، يا بن فاران شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني يقص شريط الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، كيلو العمليات، كيلو الصراعات، كيلو المنافسات مع الشرود. الشرود اسرعت، الشرود اسرحت، الشرود يا جماعة اسرحت مع بن بطي، مع بن بطي. الله يا بن بطي الزعبي، راعي العوايد ما يخلي عوايده يا بن بطي. الله 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 الله، نعم ما عليه أوامر ولا شبه أوامر، إنها تنطلق بسرعة ذاتية، أداء ذاتي وفردي، أداء ذاتي وفردي للشرود بشعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني. بينما المركز الثاني يوصل له شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع الطيارة، الطيارة وسالم بن فاران المري. الله الله الله، الشرود وين يا ابن ربيعة؟ الشرود الشرود الشرود، الله الله على المركز الأول. وين منصورة يا جماعة؟ وينها؟ لكن الطيارة، الطيارة بالمركز الثاني، الضغوطات مستمرة. الشرود يا أخي عطها أوامر يا بن بطي، يا بن بطي عطنا عرض يا بن بطي، يا بن بطي عطنا عرض يا بن بطي. الله 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 الله، الشرود لا غبار عليك يا بن بطي، لا غبار عليك في هذا الصباح الجميل وهذا الصباح المثير. يلا يا أخوي، يا سلام، تهانينا
تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني موصولة إلى مضمر الشرود اللي هو راشد بن بطي الزعبي. تهانينا والناموس المركز الثاني الطيارة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، يضمرها سالم بن فاران المري المركز الثالث. المركز الثالث صعايب لسعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة آل ثاني مع المضمر علي بن حمد بن جرحب المري، والمركز الرابع عبدولي منصورة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وفهد بن سيف البوسعيد الخيارين. وخامس المراكز وصلتنا اللي هي جولة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني ومضمرها سالم بن فاران المري. إذن تهاني والناموس لشعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني. هنا لحظات وصول الشرود، لحظات الوصول وقطوع خط نهاية الشوط المثير الحقيقة. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، 9:49 ثلاثة أجزاء من الثانية. الناموس يا بن بطي المركز الثاني، لحظات وصول اللي هي الطياره سعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني، 9:51 وخمس اجزاء من الثانيه. الناموس لابن فاران والناموس لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد المركز الثالث. وصلتنا صعايب 9:51 وعشرين جزء من الثانيه. الناموس تهانينا والناموس لسعاده الشيخ خليفه بن عبد الله بن خليفه الثاني، والتهاني موصوله للمضمر علي بن حمد بن جرحب. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، التوقيت الزمني لا يزال مع العقدة في المركز في الشوط الرئيسي الأول، عائدة ملكيتها للسيد ناصر بن عبد الله المسند. فتهانينا أبو عبد الله، ونذكر مشاهدينا